أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة تجري من زمان، فقد اعتدنا أن نتصور الحرب العالمية شبيهة بالأحداث التي جرت في سنوات 1914-1918 أو بين 1939-1945. كانت حربا ساخنة بدون استخدام أسلحة دمار شامل بصورة واسعة، حيث استخدم قليلا السلاح الكيميائي في الحرب العالمية الأولى، لكن لم يكن هناك أسلحة نووية باستثناء هيروشيما وناغاساكي في نهاية الحرب. أما اليوم فالوضع يختلف تماما. أريد أن أذكركم مرة أخرى أن روسيا فعليا كانت في بداية هذه السنة محاصرة بمنشآت يمكن اعتبارها بأسلحة دمار شامل، ولا أقصد الصواريخ بل المختبرات البيولوجية الأمريكية، حيث يوجد منها نحو 200 مختبر في كل أنحاء العالم، وجزء كبير منها في دول الاتحاد السوفيتي السابق، مثلا في مولدوفا وأوكرانيا وجمهوريات ما وراء القفقاز جميعها وبعض جمهوريات آسيا الوسطى بما في ذلك كازاخستان. وهذا خطير للغاية، لأن هذا السلاح يمكن استخدامه دون إعلان الحرب، ثم محاولة تغطية الآثار لكي لا يفهم أحد من أين جاء هلاك أعداد كبيرة من الناس. وروسيا كانت تدرك جيدا مدى خطر أوكرانيا كأراض تقع فيها ما لا يقل عن 15 مختبرا بيولوجيا أمريكيا. لذا فمن وجهة نظري تلك العملية العسكرية التي بدأت منذ أيام تستهدف بالدرجة الأولى حصر والسيطرة على هذه المختبرات. كان هناك قصص ملفقة في وسائل الإعلام أن القوات الروسية المسلحة وجهت ضربات صاروخية على هذه المختبرات. لا، هذه المختبرات لا يجوز قصفها في أي حال من الأحوال. وطبعا أعرف أن وراء العسكريين يأتي مختصون، يمكن أن نسميهم بخبراء الألغام، الذين سيعملون مع هذه المواقف بصورة محترفة، فهذا أخطر سلاح دمار شامل موجود اليوم.